على كل المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي أهلا بكم. أبدأ أولا بالتفجير الذي استهدف حافلة لقوات النظام السوري في جسر الأسد. نعم طبعا صباح الخير. جسر الرئيس في وسط العاصمة دمشق، وهذا هو التفجير الأكبر من نوعه الذي يستهدف دمشق وريفها منذ أن سيطر النظام على هذه المنطقة في العام 2014 قتيلا هم بشكل قطعي مؤكدين. هناك معلومات عن ارتفاع العدد، ولكن حتى اللحظة نبقى على هذا العدد إلى أن يرتفع يؤكد ارتفاع العدد، ولكن دعينا نقول بأنه هو الخرق الأمني أكبر للنظام بشكل قطعي الذي يحصل وسط العاصمة دمشق منذ آخر تفجير حصل في شهر تموز على ما أعتقد من العام 2017، وكانت ثلاث تفجيرات انتحارية تبناها داعش في حينها. هذه التفجيرات هي رسالة واضحة وموجهة للنظام الذي رد عليها بقتل المدنيين في أريحة في إدلب عبر قصف منطقة شعبية وقتل حتى اللحظة نحو 13 شخصا بينهم على الأقل 3 أطفال في استهداف دموي يعد الأكبر من نوعه خلال الأشهر الفائتة الذي يستهدف محافظة إدلب. طب بالنسبة للقصف الصاروخي الذي استهدف أريحة في إدلب أوقع ضحايا مدنيين؟ نعم 13 شهيدا على الأقل في هذا القصف، بينهم 3 أطفال كانوا بطريقهم إلى المدارس، ولكن على ما يبدو النظام يريد أن يقول بأن الرد على تفجيرات دمشق يكون بأريحة، والرد على القصف الإسرائيلي يكون بقصف المدنيين أيضا في إدلب. هذه المجزرة الشنيعة، المجزرة الدموية التي حصلت اليوم في أريحة والتي راح ضحيتها الآن نحو 50 شهيدا وجريحا، بينهم 13 شهيدا مؤكدين من ضمنهم 3 أطفال. شكرا جزيلا. حدثنا من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.